علشان دولة تقدر تحافظ على أو تتحمل زيادة سكانية معدلها 2.5% و2.25% واحدة من أعلى المعدلات في العالم، لازم يكون معدل النمو 7.5% لمدة تتخطى 10 سنوات. يعني لازم يكون عندنا معدل نمو 3 أضعاف معدل النمو السكاني إذا أردنا أن يشعر المواطنين بأثر إيجابي للنمو الاقتصادي. ده معناه مهما نشتغل المجموعة الاقتصادية والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، لن نشعر بعوائد النمو الاقتصادي إذا لم نسيطر على الزيادة السكانية. دي أول حاجة. تاني حاجة عاوز أقولها لحضراتكم، وده أيضا رقم مهم جدا، إنه نسبة الأسر اللي أولادها بيزيدوا عن 9 نسبة الفقر بينهم 65% من الأسر اللي أولادها بيزيدوا عن 9 هي أسر تقع تحت خط الفقر، بينما نسبة الفقر بين الأسر اللي أولادها بيقلوا عن 3-5%، يعني 5% فقط من الأسر اللي أولادها بتقل عن 3 فقراء، ولكن 65% من الأسر اللي أولادها بيزيدوا عن 9 فقراء. في الحقيقة ارتباط مباشر ما بين حجم الأسرة ودرجة التعليم للأم وعمل المرأة بدخل الأسرة ووقوع الأسرة تحت خط الفقر. ومن هنا كان اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتصميم برامج عملية على الأرض لتصدى لهذه المشكلة. مهم جدا ان احنا واحنا بنتكلم نتكلم على قاعده معلوماتيه صلبه، وده اللي عمل الدكتور طارق بقياده الدكتور احمد عماد على اتاحته لكل الوزارات، عشان كل الوزارات تقدر تلعب الدور اللي رسمته ليها استراتيجيه السكان. كان لازم وزاره الصحه والسكان تبدا بانها تتيح البنيه المعلوماتيه اللي بتدينا معلومات عن الموقف على الارض، لان من غير معلومات لا يمكن ان احنا نشتغل، وإذا اشتغلنا لا يمكن قياس أثر الشغل اللي احنا بنعمله من غير ما يكون عندنا معلومات محددة. وزارة التضامن الاجتماعي معنية بالعمل على مواجهة ثنائية الفقر والجهل ومواجهة حدة الفقر وزيادة دخل الأسر بحمايتها الحماية الاجتماعية المطلوبة.